احنا بالنسبه لجائزه هذه الملاعب راهي ابيبر في 40%. انا درنا عمليه صيانه دوريه اللي تكون في كاع الملاعب، مي احنا الكليما اللي تساعد العمليه هذه تكون في سبتمبر. احنا في سبتمبر دائما يكونوا شويه لي شارج تاع لي ماتش تبان هذا العمليه. بون عندنا 10 ايام كي درنا عمليه الزرع هنا وفي براقي، عندنا يومين 3 ايام كي درنا في الملحق، خاطر السمانه اللي فاتت كانوا لي زونطرينمون لي اسما سي ار بي، موراهم جيست بدينا في الملحق، وان شاء الله مواد نوفمبر ان شاء الله يكونوا بري. المجهودات تاعنا ورانا نديروا في عمليه صيانه، رانا نديروا في عمليه صيانه. هذه احنا ما عاودناش ستاد كومبلي، ما عاودناش تيرا كومبلي، عاودنا لاكوش تاع الغازون وتكون في كاع الملاعب في العالم. الوقت اللي نقدروا نخدموا فيه تكون الكليما تساعد مواد سبتمبر، على هذيك يبانوا. مي احنا هذا كان لازم يتعاود، هم لعبوا فيه كان لي زونطرينمون تاع لي زاربيت تاع الفار مدة 25 يوم، يوميا عندهم 4 سوايع 5 سوايع. الألعاب العربية 36 مباراة بلا لي زونطرينمون في الشان، كانوا يلعبوا بالراقي لي زونطرينمون هنا. جوز الماتش، جوز الستاد هذا كان لازم تكون عملية صيانة هذه.